هذا يجيك سؤال الرابع فرع اي. يا سؤال، سؤال الرابع فرع اي. انتبه، ثلاث قصص، انت ما يصير تترك القصص والقطع اثنيناتهم سوا، على الاقل يعني انت ضبط القصص. ليش؟ لان يجنك بسؤال الثالث فرع او سؤال رابع فرع اي. تمام طلابنا الاعزاء؟ اوكي، هسه بدايه نضع لايك للبث، نبلش من هي هاي القصص انا وياك. ضع لايك للبث، نشوف هاي القصص اللي هي موجوده عندنا ثلاثه، تضمن بيهن 10 درجات بطريقه سهله واحترافيه، وطبعا راح تحفظهن بنفس الوقت. طلاب انتبهوا ياي، عندنا اول قصه، قصه كريم. اول قصه هي قصه الزبون المحظوظ. الزبون المحظوظ، انتبه طلاب، هواي يكرهوهن. راح نعطيك الوزاريات ثلاث قصص، نعطيك ياهن راح تضمن بيهن درجة النجاح. الزبون المحظوظ، اوكي راح ناخذهن. الزبون المحظوظ القصة الأولى، طبعا شو اسمه؟ كريم. شو اسمه؟ كريم الزبون المحظوظ. اوكي طلاب، سبق وان اخذنا عن هذا الشيء، بس اليوم راح نشرحهن كاملات. كريم، شو اسمه؟ كريم. انتبهوا ياي طلاب، ممكن يتذكرون شرحنا بهذا الشيء. هنا طلاب من تلقى قال لك saving up، معناها يدخر. اذا لقيت كلمة saving up مع كريم بالسؤال الرابع، قاعد اشرح طلاب انتبه زين، جوابك راح يكون، انتبه، راح يكون to buy النوابز. لاحظ النوابز new book. اوكي هاي شني؟ اذا لقيت شني؟ لقيت saving up على كريم، سؤال الرابع. جيد، بعد ايش عندي؟ سواء يجيك فراغ او اختيار او يجيك اي شيء. اذا لقيت how many times، اذا لقيت how many على كريم، how many على كريم معناها كم مرة، how many معناها كم عدد. انت مباشرة تكتب له twice. ايش تكتب له؟ twice معناها مرتين. ايش تكتب له؟ استاذ نكتب له twice. عافية بالبطل. طلابنا الاعزاء، اذا لقيت find على كريم، find او الماضي مالتها بالسؤال، find معناها وجد، او الماضي مالتها اللي هو كلمة found. اذا لقيت هذه سواء بالصح والخطأ، ترى نعلمك، اعلمك يعني بطريقة انه من تلقى times how many times، اذا قايل لك twice تقول له true، اذا قايل لك saving up يدخر، to buy a new book تقول له true يعني صح، لكن اذا استبدل الكياها بغير حد تقول له فولز خطا. اذا قايل لك فايند او فايند على كريم، الجواب مالته ايش راح يكون؟ تقول له فيري انترستينج او تقول له انترستينج. بس ممتعات. اذا بالصح والخطا اي تقول له ترو. اذا قال لي بورينج يعني لقيت فايند وفاوند وبورينج يعني غير هاي، استاذ فولز. عافيه بالبطل، هيك اريدك. اوكي زين، اذا لقيت على كريم، انتبهوا ياي طلابنا الاعزاء، استاذ ممكن تحولها على الشبكه يعني مو واضحه؟ اوكي دقيقه واحده، دقيقه هسه اوضح لهم الساعه. اوضح يا هلا، اوضح. تمام يعني هسه اوضح، يعني بالفلوس اوضح، لازم تخلصون الرصيد مالتي. يلا تمام مو مشكله، فدوا لكم.
إذا لقيت على كريم كلمة دريم ومعناها حلم، كلمة دريم ومعناها حلم، ومهم هذا وزاري، انتبه لها زين طلاب. أنا وأنت لو ما هاي الدلائل، أنا أستاذ ميثاق أو أي أستاذ أو أي طالب أو أي شخص يريد يحل هذا ما يلقى هاي الكلمات ما يقدر يجاوب. أوكي، فهنا إذا لقيتها تقله to be a famous poet. A famous poet يكون شني؟ famous poet. أستاذ بس أقول له a famous poet صحيحة؟ صحيحة، جيد. غير إذا لقيت دريم وغير وظيفة أو غير مهنة تقول له فولز. واضح لو مو واضح؟ أوكي زين. إذا لقيت سؤال هذا كريم طبعا وان ربح the big prize، ربح الجائزة الكبرى، true or false؟ طبعا على كريم وقايل لك the prize، won the prize أو big prize، تمام. شو تقول له؟ تقول له true. بالأجوبة شو تقول له أستاذ؟ قل له true. عافية بالبطل، زين. إذا قال لك كريمز big prize، لاحظ 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 طلاب، خل نفرها زين. قايل لك كريم طبعا هنا أنا big prize، شن هي جائزة كريم؟ what was كريمز big prize؟ big prize، انتبه هنا أنا طلاب، شو تقول له؟ ميت النواب. شن هي أستاذ؟ ميت شني؟ النواب. عشر درجات راح أعطيك ياهن فقط بالقصص. ميت النواب سهلة؟ نعم أستاذ كلش سهلة، جيد. بعد إيش عندي من سؤال؟ لاحظ هنا أنا. إذا قايل لك هذا السؤال تكتب عليه وزارة مهم، متوقع يجيك؟ نعم متوقع يجيك. describe، أوصف على كريم، describe كريم، لاحظت؟ describe كريم. إذا قايل لك describe معناها أوصف، إيش راح تقول له؟ أوصف كريم، إيش تقول له؟ أستاذ أقول له quiet، معناها شنو quiet؟ هادئ، نعم مثلكم هادئ حباب، وهارد وركينج هاي تلوق لكم مجتهد، هارد وركينج، وبعد شبي كريم وإماجينيتيف. طبعا هنا إماجينيتيف جيد، يعني واسع الخيال، جيد. إذن إذا لقيت كلمة describe quite hard working imaginative، تمام. إذا لقيت على كريم سؤال طبعا بهالطريقة هاي يجيني was the fairest، يعني was كريم، لاحظ كريم fairest، كان كريم الأول، was كريم كان كريم الأول، true لو شنو جوابك لها؟ no he wasn't، no he wasn't، واضح لو مو واضح؟ كلش وضحت أستاذ، عافية. هاي شنو هاي؟ ضمننا من إذا قايل لك new book أو name، سمي name of the new book، يريد اسم الكتاب، شو تقول له؟ الجواب مالته استاذ بسيطة، شلون بسيطة؟ استاذ نقول له islands of salt، شو اسمه؟ استاذ اسمه islands
of salt جزر الملح of salt عافية. ها شنو هذا؟ هذا كله كريم أخذناه وخلصناه. وين يجيني؟ بسؤال الرابع فرع أي. سؤال يا سؤال الرابع فرع أي. كل الأسئلة الوزارية واللي تخص كريم واللي ما قدرت تحفظ بيها كريم، هاك احفظ لي اياها. يلا سكرين الشاشة جماعة السكرين. تمام، ناخذ القصة الثانية. عدة ثلاث قصص، خلونا ناخذهن نضبط الكياهن. تضمن شقد ساد؟ نضمن 10 درجات. وين تضمنها؟ نضمنها بالوزارة بسؤال الرابع 10 درجات. بس ثلاث قصص بس. جماعة اللي يدورون مرشحات، جماعة اللي يدورون سهلات، تعالوا وياي ناخذ السؤال اللي بعده. لا لا، هن ثلاثة. سؤال الرابع كل قصص مالته ناخذهن، هن ثلاث قصص. سؤال الرابع ثلاث قصص ناخذهن كلهن. اوكي خلنا ناخذ هنا القصة الثانية طلاب، قصة things happened in the nature for reason. يقول أشياء حدثت في الطبيعة لسبب. يعني يا قصة سهلها، يا قصة الغزالة الحامل اللي هي deer أو the pregnant deer. أوكي شو اسمها؟ اسمها deer. يعني شنو يعني استاذ غزالة؟ انتبهوا ياي شو اسمها؟ استاذ الغزالة الحامل. عافية. انتبهوا ياي، إذا أجاك هذا السؤال إيش قايل لك؟ قايل لك على الغزالة هنا surrounded by، يعني محاصرة by، surrounded by بمن محاصرة. يسأل بمن محاصرة، أنت شو تقول له؟ تقول له واحد، انتبه طلاب، تقول له فاير، بعد تقول له هانتر، بعد تقول له لاين. خلاص بمن محاصرة؟ بالفاير والهنتر واللاين. بمن محاصر الغزالة؟ ساد بالفاير والهنتر واللاين. جيد زين. هنا يقول سؤال أيضا يجين هنا يقول haven't، haven't معناها حدثت، haven't حدثت. لاحظ طلاب، to each لكل of the dangers. هذا سؤال وزاري أيضا، الأول أيضا وزاري. يقول ماذا حدث لكل المخاطر؟ شنو اللي صار؟ يقول lightning. يعني شنو lightning؟ معناها برق. تقول له lightning strikes. لاحظ طلاب، strikes the hunter ضرب، يعني برق ضرب الهنتر وبعد واللاين والأسد. شوف happened to each of the dangerous. يقول ماذا حدث لك كلها هذه المخاطر؟ لا تروح تدور لك سطرين، لا تقول هواي ذني ولاكم، تقول له lightning strike the hunter and lion. جيد، يعني برق ضرب الهنتر الصياد والأسد. جيد، إذا قايل لك شوف negative thoughts، negative thoughts هاي دلائل الطلاب، الأفكار السلبية شو سوت؟ شون كانت؟ شن اللي واجهتهن؟ شون واجهتهن الغزالة؟ شو راح تقول له الجواب مالتها؟ شوف طلاب
stays طبعا بقيت شني stays بقيت quiet بقيت شني steady quiet هادئة فقط نعم فقط جيد سؤال اللي بعده قال لك على الدير قال لك فاوند وجدت على الغزالة فاوند ريموت جراوس ريموت جراس عشب عالي ها ترولو فولز ترولو فولز ريموت جراس ترولو فولز تقول له ترو خلاص شو سهلة بعد هي هذه بس انتم ما تقرونها بالطريقة الصحيحة جيد 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 هذا السؤال اريدك تحفظه العام اجانا اجانا بس بال طبعا الوزارة هو كان مرشح هذا بهاي الطريقة قايل لك to the right تبه to the right على اليمين على الغزالة من تلقى to the right معناها على اليمين ايش راح تقول له تقول له فقط فقط تقول له hunger lion أسد جاعان واحد إذا العام اللي إجا بالوزاري مو to the right to the left to the left على الشمال شكو طبعا يا هو الموجود على الشمال الأهنتر أهنتر الجواب مالتها أهنتر واضح لو مو واضح نعم جدا واضح أوكي بعدها هنا إذا لقيت كلمة على الدير طبعا الغزالة لاحظ طلاب focus on ركزت على لاحظ طلاب focus on ركزت على علي من ركزت مباشرة شو تقول له استاذ أقول له on giving on giving لتعطي ها a birth مولودها a new life حياة جديدة خلاص إذا لقيت focus on شو تقول له on giving a birth a new life جيد ناخذ السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده راح يقول لك طبعا مهن الأسئلة مكررات لذلك نختار الأسئلة ما مكرر إذا قال لك could بالبداية على الدير could الجواب مالتها راح تقول له شوف طلاب yes it could يعني راح يقول لك could the pregnant deer هل الغزال الحامل لاحظ بس السؤال بي من بادي بادي could تبه could يعني هل استطاعت الغزالة الحامل give birth to her new fawn أن تعطي أن تولد صغيرها نعم تقول له yes it could هاي الأسئلة راح تفيدني يمتى لما نشرح لكم القطعة الخارجية ليه جاوبت من نجان السؤال بكود جاوبت بيس بعدين راح اشرح لكم إياها وتقول لي إذا قايل لك على شكل فراغ انتبه على شكل فراغ انتبه ركز وياي طلاب قايل لك دير جيف أعطت بيرث تو فراغ ايش راح يكون الجواب طلابنا الاعزاء انتبه الجواب مالتها اعطت الحياه شني او اعطت مولودها شني تقول له الجواب مالتها نيو لايف شني انطته حياه جديده عافيه البطل زين
احنا سر راوندد اخذناه بعد ما يحتاج ناخذه. سؤال هنا فوكس اون جيفن جنيو، نعم اخذناها فيس ذا نيجاتيف. جيد، سؤال هذا يجينا على شكل اختيارات واجا بالسنين السابقه. انتبه، سؤال هو الاخير هذا راح شي يقول لي يقل بوكست ان باي هير سكت. قال لي ذا دير ووز بوكست ان باي هير فراغ. طبعا يجينا على شكل اختيارات لابور، pains ألم الولادة، أو natural predators أو طبيعتها المتوحشة. طبعا الجواب كانت عالقة بطبيعتها المتوحشة، الجواب مالتها natural، لاحظ predators، متوقع يجينا على شكل فراغ. هو جاي ندت طبعا بالسنين السابقة وزهار جدا جاين على اليمن على شكل اختيارات. انتبهوا ياي، هاي الغزالة الحامل، ركزوا ياي، الدير شن هي الغزالة، من تلقى هذه الكلمة الغزالة surrounded by، الجواب مالتها fire نار، hunter lion. قال لك دير happen to each of the dangerous، what happened ماذا حدث لكل المخاطر، تقول له lightning strike طبعا برق ضرب the hunter and the lion. جيد، هذا انتهينا معتها. يقول لك الدير كيف واجهت نيجاتيف ثاوس، نيجاتيف ثاوس stays quiet، بقيت شني هادئة. دير found remote grass true or false، found remote grass true or false true، to the right على يمينها a hunger lion، to the left على شمالها a hunter. دير بالك علي، هذا وزاري، شوف هذا، هذا وزاري مكرر أكثر من سنة. هذا طبعا 2022، واضح لو مو واضح؟ وزاريات دير بالك عليهم ذني. أوكي طبعا أستاذ، هاي باللون الأزرق ما تتغير؟ نعم ما تتغير أبدا. أقدر أضمن بها درجة نجاح؟ نعم تضمن بها. فوكس أون، ركزت على أون giving birth a new life، أن تعطي مولودها حياة جديدة. إذا بدأ سؤالك بكد على الغزالة تقول لي يس اتكد. جيد، دير جيف بيرث تو فراغ، دير جيف بيرث، طبعا انت راح تقرأ السؤال تلقى هذا بالأخير، دير جيف بيرث تو فراغ نيو لايف، نيو لايف حياة جديدة. زين بوكس، وهذا وزاري مكرر، وزاري جدا مهم ايضا، هذا وزاري مكرر، كل المكررات بس احنا المهمات واللي نقول عليه وزاري يعني هذا من المرشحات. يقول books in by her شني natural predators، في طبيعتها المتوحشة. اوكي اوكي، هاي كم قطعة صارت عندنا؟ صارت عندنا قطعتين. ايش قد ضمننا من عندها طلابنا الاعزاء؟ ضمننا من عندها صار لحد هنا اربع درجات، يعني العفو ثمان درجات. اوكي ايش بقى عندنا؟ عند هذا مو قطعة العفو، هاي قصة. عند سؤال القصص للطالب اللي دخل جديد، خلي يسمع زين، سؤال القصص بس ثلاث قصص. يا هو السؤال هذا، سؤال رقم أربعة يا فرع، فرع انتبه، عشر درجات هي ضمان بالوزاري. ستوري تايم تجين بسؤال، يا سؤال، سؤال رقم أربعة، انتبه، سؤال رقم أربعة فرع أي، وهذا السؤال تقريبا باشر انضبط عليه 20 درجة أي وبي، باشر أنزل لكم عليه. أوكي بي طبعا ماخذينه سابقا، وراح ننزلكم اياه بالاعاده افاده على مصير 20 درجه مضمونه. كم قصه باي؟ ثلاثه. من هي ومن هي؟ اللي اخذناها كريم، وهذه هي دير الغزاله. جيد استاذ، هيك مو بس نجحنا، هي ضمننا 100 درجه. نعم ضمننا 100 درجه. ضع لايك للبث،
شارك البث ناخذ القصة الأهم والوزارية واللي تجيني بالسنين السابقة وراح أعلمك عليه هذه القصة. شن هي القصة المهمة هاي؟ يلا ضع اللايك للبث. ليش طلاب ما حد وضع للبث لايك؟ يلا أبويا على مود ما أو يظهر للجميع. تمام، ناخذ القصة الثانية أو القصة المهمة واللي تجيني بالوزاري. شوف طلاب، هاي القصة ما راح نقدر نشرحها بالطريقة السابقة. يعني نقدر نشرحها مرتين، يعني لأن هاي تأخذ نعم نشرحها بالطريقة التالية. أوكي طلاب، عندنا القصة اللي تجينا بالسؤال الرابع هي الدرس الأقوى. الدرس الأقوى لكل شخص. لاحظ، الدرس الأقوى لكل شخص. A power lesson for every one. انتبه على هاي القصة طلاب، مهمة جدا، سهلة، كلش سهلة. أوكي السؤال الأول راح يجيني، بس انتبه وياي، بس كم سؤال أخذهن لأن ذن متفرقات والبقية نسوي لكم إياها النفس اللي أخذناه سابقا. يقول what was special، لاحظ ما هو العرض الخاص أفر of الصباح الصباح. يقول ما هو العرض الخاص للصباح، مهم جدا دير بالك عليه. لاحظ two students طالبين can work as a reporter، كصحفيين. بس هذا مهم جدا وزاري. زين راح ناخذ على lucky boy. شوف طلاب، lucky customer طبعا هنا على كريم، بس ارجع لك على هذا كريم، اريدك تركز ونفس الوقت راح اخذ لك اياه. اذا لقيت هنا خاف يجيك، طبعا هنا انتبهوا وياي، lucky customer. اذا قال لك lucky customer معناها يا هو كريم. ايش تكتب له؟ ساده اكتب له كريم. جيد، لاحظ لي هنا طلابنا الاعزاء، اذا قال لك lucky boy اذا قال لك lucky boy من هو، انت تقول له سلام احمد. شو تقول له؟ سلام احمد. جيد، زين اذا قال لك old the lucky boy عمره، old ايش قد عمره؟ راح تقول له 15 years. ايش قد عمره؟ 15 years. جيد، يعني ايش قد؟ صادق 15 سنة. اوكي دقيقة، اوكي على الكوبوي. اذا قال لي على سلام احمد، هو شو اسمه الكوبوي؟ سلام. شو اسمه؟ سلام.
إذا قال لي attention، شن attention؟ ناخذ القلم الثاني لأن هذا القلم انكسر سلبايته، طبعا قلقني قلق. إذا قال لي على السلام شني attention؟ يعني شنو attention؟ جذب انتباه سلام. شن هو؟ تقول له الجواب مالته young boy. لاحظ young boy، ولد صغير، was taking his father. Into the restaurant. المن into the restaurant. جيد. إذا قال لك attention مهمة جدا على سلام أحمد. زين. هنا إذا قال لك هذا السؤال جدا 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 مهم على سلام، وش قال لك وياه؟ طبعا هذا قلنا انكسر تلبايته، خلنا نعيف على صح. قال لهنا ويا سلام قال لي take أخذ، أو ماضيها توك أخذ. اكتب علي وزاري جدا مهم. شنو أخذ وياه؟ سلام أحمد. مباشرة تقول له نوت بوك وبعد وكاميرا. شو أخذ وياه؟ نوت بوك وكاميرا. شنو اللي أخذ وياه سلام أحمد؟ نوت بوك وكاميرا. تمام. هاي كم وحدة صارت على سلام أحمد؟ 2. زين. على سلام أحمد نفس الشيء، طلابنا الأعزاء ما شاء الله جيد يوم الكهرباء. زين. على سلام أحمد طبعا راح يقول لك want to be، يريد أن يكون. want to be، ماذا يريد أن يكون سلام أحمد؟ مباشرة شد قل له ريبورتر. شد قل له سادة قل له ريبورتر. جيد ريبورتر. أوكي. بعد هنا انتهينا من عدها. أكو سؤال هنا طلابنا جاي على سلام. شوف ها the lucky boy هنا له. the lucky boy last summer يقول لك الولد المحظوظ في شبي الصيف الأخير من هو؟ تقول له سلام أحمد. جيد. زين ناخذ بعد هسه قلنا هاي كل اللي تخص سلام أحمد، كل اللي تخص مني سلام أحمد. إيه شغلتها وطفيتها؟ شنو ترى مشنه تريد تقلنا جاك الصيف تحضروا والله كارثة هذا البلد. سأقلكم ادعوا له ما تدعوا له، ولكم ثم ما تقلوا شن سالفتكم تدعون بالمقلوبي رحمل. زين هسه نروح لمن؟ للولد الصغير. أخذنا كل شيء خص سلام. لك بوي هو سلام أحمد، عمره old. إذا قال لك هو old تقول له 15 years. attention سلام أحمد جذب انتباه سلام، تقول له يانيك بوي was taking his father into the restaurant. زين take أو talk أخذ طبعا بالماضي أو يأخذ أيضا هي بالماضي، لكن بالسؤال مالتها تأخذ did. تقول له notebook أو كاميرا. notebook وكاميرا. want to be سلام أحمد want to be، تقول له reporter. the little boy last summer
هاي كلها أسئلة وزارية. نقول له سلام أحمد. جيد، هسه منين خلصنا من سلام أحمد بنفس القصة، نفس القصة بعدنا احنا، نروح لمن؟ نروح للأسئلة التالية على الولد، الولد وأبيه اللي هو شو اسمه الولد؟ صن. شو اسمه؟ صن. ذا صن. ركز، انتبه. ذا صن هنا الولد راح يقول لك باي اشترى، على الولد، الولد اشترى. لاحظ شو تقول له؟ تقول له صم فود، وهذا وزارة 2021. باي او استاد تجي ماضيها مثلا باوت، نعم تجي ماضيها باوت. شو تقول له؟ تقول له صم فود فقط، نعم فقط تقول له صم فود. شو نشترى؟ صم فود. اوكي زين، اذا اجتك على الصن look his father love with love، وهاي واردة وزارية، and respect، نظرة إلى أبوه بحب واحترام. الجواب شي يكون مالتها؟ يكون مالتها true. شي يكون true. أوكي جيد، بعدها سؤال بعده زين. دروبنك فود اذا قايل لي واي والتكمله دروبنك، لاحظ دروبنك فود على الاب شد شني واي، لماذا دروبنك فود، لماذا والد الولد طبعا دروبنك فود. اوكي شد تقول له؟ تقول له بيكوز، سبب، بيكوز طبعا هنا he was old and weak، لأنه كان شني؟ لأنه كان كبير وضعيف، بنيته شني؟ ضعيفة. إذا قال لك والد الولد ليش مثلا why he، انتبه why was the boy's father، والد الولد dropping food on his shirt and trousers، إذا قال لك بالطريقة هاي يعني dropping food، رأسا تكتب له because he was old and weak. نعم سؤال الثاني البعدها، إذا قال لك على الولد disgust معناها شن؟ disgust بريبة. شون يجي السؤال؟ شوف طلاب، disgust معناها بريبة. يقول لك the son looked at his father with disgust، بريبة. true or false؟ false. لعد هو شني؟ مو قلناها من الساعة the son looked at his father with love and respect، true. إذا قال لك disgust بريبة تقول له false بالاختيارات. جيد زين، إذا قال لي هنا the customer، نعم the customers، نعم ناخذ هذا السؤال، يقول the did the customers watch، شاهدوا the old man with love، بحب، هل الزبائن نظروا إلى الرجل بحب واحترام؟ ايش راح تقول له؟ no they didn't، هذا الجواب مالته. شو تقول له؟ no they didn't. اوكي okay.
بعد ايش ناخذ؟ كل هاي الاسئله اخذناها. نعم شنو اللي اخذناه؟ اخذنا what was special offer of الصباح two students can work as reporters. تمام. look boy يا هو look boy هو سلام احمد. من تلقى كلمه look boy شو تقول؟ سلام احمد. زين lucky customer lucky customer من هو؟ تقول له كريم. اوكي lucky customer كريم. تمام زين نرجع بعد المن old 15 years attention سلام احمد. a young boy was taking his father into the restaurant. زين take or talk notebook او كاميرا. زين want to be على سلام احمد want to be reporter. زين سلام كريم شريد يصير poet شاعر. زين look boy last summer من هو الزبون المحظوظ last summer last summer انت مو تروح تكتب لي كريم يا هو سلام دير بالك عليه سلام احمد. زين هسه انتين من عده اذا جتني الاسئله على الضصن الولد باي او باوت اشترى باي او باوت تقول له some food with love and respect true why ولقيت dropping food تقول له because he was old and weak. زين على الضصن disgust كلمة disgust بريبة true or false زين السؤال هذا مهم وزاري did the customers watch the old man with love هل الزبائن نظروا إلى الرجل الكبير بحب واحترام no they didn't. هذا يا سؤال كلهن ذن اللي خدناهن سؤال الأول يا سؤال سؤال الأول كريم الزبون المحظوظ طبعا اللي أخذناه القصة الأولى الزبون المحظوظ زين بعدها أخذنا هاي الرياضيات جايب هنا هذا تصير هاي السؤال مو مشكلة يجي الرياضيات تجي التاريخ أوكي دير اللي هي الغزالة الحامل دير بالك عليها هنا أيضا دير بالك عليها هنا أخذناها وعدنا الدرس الأقوى لكل شخص اللي هو جريدة الصباح أيضا أخذناها كل شيء موجود رياضيات تاريخ اجتماعيات لا تضحكون عليه زين وجودنا هنا وكل تواجدنا هو الفائدتكم أوكي هسه اللي نريده من عندكم شنو طلابنا الأعزاء ثلاث قصص وين يجن ذني بسؤال الرابع إيش قد عليهن 10 درجات مو تدور درجات مجانية انت مو تدور اختصارات بعد اكثر من هذا الاختصار وين تلقى سؤال الرابع فرع اي فقط 3 قصص واضح لو مو واضح نعم استاذ كلش وضحت ذا النيتشا قطع الاخر هن قطع ذا النيتشا بيا سؤال يجني سؤال الاول فرع سي بيا سؤال الأول فرع سي أوكي أعتقد لي هنا أنا بالنسبة لهذا كلش كافية تروحون تقروهن تضبطوهن إذا تحبون ننزل عليهن أسئلة